علاج اللي ما مشاش او دي بار سيتي يعني كان عندنا مشكله في الوسط رجل عشان الوسط وفي خروج الكره كانت عندنا صعيبه خروج الكره في الوسط كانت عندنا مشاكل يعني في الوسط حاولنا نرجعوا في هو سي لو دوزيام بيت هو اللي قتل المباراه بصراحه دوزيام بيت قتل المباراه ما قدرناش نرجعوا كان 1-0 كانت كاينه بوسيبيليتي باش نرجعوا سواء سور بالاريتي سواء في لي شونجمون اللي درناها نشكر اللاعبين اللي دخلوا ما قصروش ونا في ان بون ماتش سي لو سكور هو اللي يعني الهزيمه هي هزيمه لكن درنا مباراه مقبوله فوالا كان فيها كل شيء الشيخه مازال ما لقيناش البلان ديالنا في البطولات انا تكلمت بكري يعني قلت راح نلعبوا نكونوا مع الاولين فوالا درت بريسيون على ليكيب ديالي بور نو سي لا بريباراسيون بور نو رانا كملنا حتى ل 28 اوت رانا احنا ما درناش بريباراسيون يعني قلت لك كيفاش تفسر لي زيكيب وكاين اللي حبسوا بزاف كاين دي زيكيب اللي حبسوا بزاف شوف بطولات تبدا بعد كوب دو موند دابا كلها سي دي روبير كل مدرب يحوس على روبير ديالو ابري لا كوب دو موند تبدا البطولات لاعبين مستوجبين يعني يحاولوا يديروا واش راني بالي صافي هضره صافي هضره النقص كل فريق عنده خلل حنا عندنا درنا لي كونفور ديالنا في 20 دقيقه الاخيره كنا من الوداد لي كونفور لي كونفابل صراو خلينا بيت بكري خلينا بيت في الدقيقه 11 ما درناش اليوم ما ضغطناش اليوم ضغطنا في الماتش اللي فات اليوم خلينا مساحه خلينا واحد 30 متر باش نكونتريوهم حنا في الماتش اللي كان كنبريسيو على الاوميليو كان جبران وكان جادي وكان داوي بالعكس اليوم مش ما كانش الماركاش اللي ما بغيت انا كنا مطالبين بحضر الفيلم خاصة بعد الخسارة اللي كانت 10 سبتمبر السوبر الحمد لله انه اللاعبين ديالنا دخلوا بواحد التركيز اللي هو عالي الحماس كان حاضر بشكل كبير في نفس الوقت يعني حققنا نتيجة ديال الفوز اللي كان فوز مستحق كان ممكن نسجلوا أكثر من جوج ديال الأهداف اليوم اللي ربحنا ثلاث نقاط ربحنا واحد التفوق شي شويه في الشخصيه ديال المجموعه احنا بعض اللاعبين مثل كنا جاو لاول مره تيبدا مقابله المجموعه ديالها كان عندنا تخوف كيفاش غادي يكون يعني من هذا الاداء ديالو الحمد لله انه دخل في المجموعه تدريجيا بشويه بشويه وهذه هي من الاساسيات وربما النقط اللي تكلمت عليها يعني في البدايه ديال الموسم على انه الفريق ما كانش جاهز كله احنا الحمد لله الان الفريق بدا تيجهد شويه العياده ثاني مقابله اللي تيلعب كاساسي الحمد لله يعني جات الامور ديالو يعني بشكل جيد باقي بعض اللاعبين اللي تا هما جايين مثل فرحان باقي بعض اللاعبين اللي ناقصين تا هما شويه الجاهزيه خاصه البدنيه باش ممكن انهم يدوا بشكل جيد من ناحيه التقدم التكتيكي تنظن انه لحد الساعه حنا باقي ماشي جاهزين 100% كيف ما قلت قبل قليل لانه البدايه كانت شي شويه صعبه الالتحاق ديال بعض المجموعه ديال اللاعبين خاصه اللاعبين الاجانب او اللي جاو من الخارج واللي جاو من انديه اخرى كان يعني كانت فيه صعوبات لانه الفريق ما بداش يعني من التحضيرات ديال الموسم الجديد يعني بالاسابيع والايام اللي كيحتاجها يعني تهيئ الان حنا كنخلقوا هذاك الانسجام يعني في المجموعه هذه الفتره ديال التوقف اللي كانت ديال تاريخ الفيفا ساعد بشكل كبير لانه فريق يعني يربح يعني واحد الدرجه ديال التحضير ديالو على الاقل يعني البدني وفي نفس الوقت يعني كانت حصص اللي هي تكتيكيه اللي خلات الفريق اليوم يكون يعني احسن جاهزيه يعني من المقابلات السابقه اليوم ما ارتكبناش اخطاء مثل المقابله السابقه ديال مركز ديال السوبر ومن بعدها يعني المباراه ديال الجديده ارتكبنا بعض الاخطاء المباراه ديال اولمبيك ريم قبل تقريبا 10 ايام ارتكبنا فيها حتى اخطاء اليوم كنا اقل الاخطاء تنتمنى اننا نبقاو في هذا الخط التصاعدي وانه يعني اللاعبين كلهم يصبحوا جاهزين وبالتالي حتى المنافسه على المراكز لانه حتى واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي التحقوا بالفريق باقي ما داوش هو انه خداو واحد القسط يعني من الدقائق يعني في المقابلات باقي ما شفناش واحد المجموعه بدون ذكر الاسماء خاص الكل يكون جاهز باش ينافس على المكانه ديالته وباش يعطي يعني القوه للفريق اللي كيستحقها.
صحيح انه يمكن فرصه وحيده اللي خلق مكانه من مزيان الهجمات اللي كانت هي الرفعه اللي كانت جات في اخر اللقاء، كانت ضربه راسيه يعني ما شكلتش خطوره على التبلاوتي، يعني من غير يمكن الكره الثابته اللي كان عندها تخوف واعتبر انه اخطا انا في مقابله الشبر يعني في الكره الثابته، ما كانش علينا يعني خطره كبيره، وهذا راجع ليس لانه ليس فقط لانه الفريق الخصم ما عندوش بلاكس، الفريق الخصم عنده امكانيات كبيره وعنده لاعبين جيدين، ولكن اللاعبين ديالنا اليوم اشتغلوا بشكل يعني جماعي في التنشيط الدفاعي كان بشكل جيد. وصحيح انا اتفق معك على انه كانت بعض الكرات اللي تمطلنا فيها وتاخرنا فيها كان ممكن اننا تكون مرتدات يعني قاتله، كانت في الشوط الاول وفي الشوط الثاني بعض المرتدات اللي كانت خطيره جدا كانت ممكن تسجلونا، وهذه هي من الاشياء اللي هي تقنيه تكتيكيه خاصنا نزيدو نشتغلوا عليها. يمكن بعض المرات حتى اللاعبين يعني بدنيا ما قاديش يشوف لك الايقاع يعني ديال اننا نسترجعوا الكره مثلا في نصف الملعب ديالنا او في الثلث الاخير من الملعب ديالنا، واننا نمشيو لواحد المجهود ديال 50 60 70 متر باش نوصلوا لمرتبه الخصم. هذه الاشياء كلها ان شاء الله تدريجيا مع التدريب الجيده مع هذا الابليكاسيون ديال الجمهور كاملين يكون حاضر يكون يعني كيظهر لك العزيمه، فهذا يصبح ان شاء الله يعني مميز في جميع يعني التنشيطات ديالته لا ديال المرتدات ولا يعني الدفاعيه الهجوميه ولا التنشيط الدفاعي عاده ولا بناء الهجمات انشغالات. حيث صح انه في العياده يعني استنجدنا به يعني في المركز ديال العمق باعتبار انه اخطانا، انتم عارفين انه مباراه الشبر اخطانا يعني في هذا المركز بالضبط. مع الاسف اخطانا اخطاء اللي كانت فرديه تقنيه فرديه وضيفنا بها يعني اللقاء ديال الشبر، وكان شيء عادي انه التجربه ديال العياده ساعدت بشكل كبير يعني في هذا المركز. ان شاء الله يمكن الاسابيع المقبله جايه في حال قريب ان شاء الله يعني بالمناسبه قد عندنا مقابله مع في الصباح مباراه وديه ان شاء الله، الغرض منها هو اننا يعني نزيدوا يعني من الايقاع ديال مجموعه ديال اللاعبين اللي منهم يعني فرحان، كنتمنى انه التوج ديالنا وغادي يعيق الى فرق الدفاع خاصه انه لاعب اللي اكتسب واحد التجربه المستعمره. هو هي كاينه بالنسبه لنا حنايا صعوبه في الاختيار ويمكن في المغامره بالنسبه لنا واش نغيروا في هذا المركز هذا بالضبط، واش هذا التوقيت المناسب اننا نغيروا، خاصنا ان هذه مقابله تاهيليه كتخلينا اننا نكونوا في دور مجموعه، ما تنظنش اننا نغامروا هذه المغامره ونغيروا يعني هذا التوقيت هذا بالضبط. لو كان كانت عندنا مثلا المقابله ديال البطوله قبل من هذا السفر ديال نيجيريا كان ممكن اننا نعطيو الفرحان عاوتاني وداك الجو يرجع داك الجو التنافسي اللي هو الرسمي على اساس اننا نعتمدوا عليه. انا تنظن انه نظرا للمستوى ديال اليوم ديال اللاعبين بجوج تنظن انهم تيستحقوا على انهم يكونوا يبقاو في المقابله الجايه، ولكن حنا ما عرفناش الظروف ديال الاسبوع كيفاش غتكون، كتكون اصابات كتكون اشياء اخرى، وحنا غادي نشوفوا يعني التطور يعني ديال الفريق وناخذوا يعني القرارات اللي غتكون في صالح الفريق على اساس اننا ان شاء الله امام نيجيريا نرجعوا بشي نتيجه تكون ايجابيه. نحتاج بعض الوقت، اللاعبين يحتاجون بعض الوقت، ما نحتاجوش يعني قلنا لا من الناحيه ديال الشغل ديالنا حنايا والاشياء اللي كندربوا عليها، ولا اللاعبين محتاجين على انه يكونوا اكثر جاهزيه، يعني كيف ما قلت وتفضلت الاخ على انه اخطانا في بعض الاشياء، كان ممكن ناخذوا قرارات يعني صائبه، كان ممكن نسلوا المرمى اكثر من مره في الدفاع حتى هو خاصنا نزيدوا نشتغلوا شي شويه، لانه اخطانا الاسبوع الماضي قبل اسبوعين امام المغرب وسجلنا هدف. اليوم كانت عندنا فرصه اللي كانت حقيقيه ديال كان ممكن تسجل لنا هدف، وبالتالي باقي امامنا واحد العالم، ما تنظنش انه الفريق الان نقدر نقول انه جاهز 100%.